تاني اللي هو 20,000 معلش انا بس اتعرف بنتي كنت محبوسه في شيء كان بكام؟ في ربة اسره و... معايا 5 بنات في الشرقيه. لا ساكنه في الطرق. انت دعيتي طبعا للرئيس فتقولي برضه تقولي له كلمه اخيره. انا وجعني بقول له يا رب يديك طول العمر يا سياده الريس وربنا يقف جنبك ويحميك ويحفظك يا رب يا سياده الريس عشان انت اول حاجه تعملها صح في الدنيا كلها. ربنا يطول في عمرك وربنا ينجيك ويستر معاك الدنيا.